مكملين ليا واول صباحاتنا واول فقره ضمن صباحنا لليوم حنسلطه على المساحه الطبيه. كثير بنسمع ليا عن الاسقاط المتكرر عند النساء في عمر معين، بصير هاي الحاله كثير صعبه عندهم وبتنعاد بشكل كثير كبير بسبب تاخر العمر. اليوم رح نجاوب على اسئله كثير، رح نعرف اسباب وطرق علاج الاسقاط المتكرر اكيد مع الدكتور اكرم الاحمر وهو اخصائي بامراض النسائيه والعقم. صباح الخير دكتور. يا صباح النور. اهلا وسهلا. هلا. يسعد صباحك دكتور. صباحكم فل يا هلا. يعني بالبدايه بنسمع كثير اسقاطات وخاصه بالولد الاول، خلينا نتعرف علميا شو يعني اسقاطات؟ هلا كل حمل ما بيكمل لغايه الاسبوع 20 يعني الشهر الخامس، او بيجينا جنين بوزن اقل من 500 جرام، معناته نحن هون بتعريف الاسقاط. تمام؟ اذا الاسقاط هو الحمل ما بيكمل لغايه الشهر الخامس، بعد الشهر الخامس بصير اسمه ولاده مبكره. هي خلصنا منها. هلا برجع لموضوع حلقتكم يلي طرحتي حضرتك قبل شوي، يلي هو الاسقاط المتكرر. كلمه متكرر يعني هي اسقاط صار اكثر من 3 مرات متتاليه مع ورا بعضها. سواء كان هدول اول حمول ولا كان في عنا حمل وكان في ولادة جنين حي وبعدين صار عنا إسقاطات مرتين أو 3 مرات، وقتها هون دخلنا بخانة الإسقاط المتكرر. هلأ من هذا التعريف نعرف نحن أمام مشكلة حقيقية. لأي مرة فينا نصنفه أنه هو متكرر؟ يعني بعد كم مرة؟ ثلاث مرات أو إذا كان في عنا مثلا، ذكرتي حضرتك بالمقدمة أنه إذا كان في عمر معين يعني عمر الحامل فوق 35-36 سنة. طبعا ليش هذا التعريف؟ يعني فأنا سؤال مهم أنه ليش هذا التعريف أو التصنيف بالحقيقة ضروري؟ لأنه حتى نعرف إمتى نبدأ استقصاءاتنا نحن، لنشوف إذا منقدر نعرف، وأرجو موقف على الإذا هاي، إذا منقدر نعرف شو سبب الإسقاطات المتكررة بالاستقصاءات اللي بدنا نعملها. فلما منلاقي أنه وحدة عمرها 20-25 سنة صار عندها مرتين، لا إذا ما دخلتي بهذا الكلاسيفيكيشن، هذا التصنيف يلي هو أنت عندك إسقاط، لا بدنا نستنى 3 مرات. أما إذا زوجي هلأ تزوجت عمرها 35-36 سنة صار عندها إسقاطين ورا بعض، وقتها منقول أنت دخلتي بالإسقاط المتكرر، مشان نبدأ نحن إسقاطاتنا. مع العلم انه نسبه الحدوث للاسقاط، برجع بقى لتعريف الاسقاط لنا قبل شوي، انه حمل قبل الاسبوع 20 او الشهر الخامس او جنين اقل من 500، بنلاقي اغلب بالنسبه العالميه للحدوث للقصه اغلبها بيحدث بشكل مبكر، ولكن النسبه العالميه هي انه حوالي 10% من الحمول، 10% من الحمول تنتهي باسقاط. هي نسبة عالمية، وأوقات بدون ما يكون في سبب نحن ما بنكتشفه، وبيكون عندها أوقات ولدين ثلاثة بعدين بتحمل وبتسقط مرة، أوقات لا من أول مرة بتسقط. يعني لا. ما في ستاندر إنه أول أو ثاني ولا ما لا. في ستاندر لا لا, لا 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 أبدا. فلذلك نحن لهذا التصنيف المهم جدا، ونعرف نحن إمتى بنبدأ الاستقصاءات لعلنا نكتشف السبب وراء هالقصة هاي. طب. نعم دكتور، ذكرنا اول شيء انه في عمر ممكن يصير في هذا الاسقاط المتكرر. نعم. بس انه هو ما هو شرط، يعني في حالات لا. ممكن الصبيه تكون عروس ويصير عندها حمل، يصير عندها اسقاط طبعا وأسقاط. بعمر صغير. خلينا نتعرف عن الاسباب، ونحن بنعرف اكيد حتى الاسقاطات الى انواع. نعم. خلينا نحكي عن اسباب الاسقاط المتكرر بشكل عام عند النساء. هلا خلينا نقول مين هن اطراف المعادله. تمام. رجل يعني بمعنى المقصود فيه النطفة، والأنثى يلي هي بقى مقصود فيها خلينا نقول 4 شغلات. المسكن يلي بده يقعد فيه الحمل يلي هو الرحم، وخلينا نشبهه مثل أنه هذا المسكن مثل واحد راي على أوتيل وبده يأخذ غرفة فيه. فإذا بيلاقي من هي الناحية، إذا بيلاقي أنه الغرفة مريحة وكل الخدمات والروم سيرفيس فيها وبلا بلا بلا، بيطلب له الإقامة. إذا بيلاقي في خلل ما بيطلب له الإقامة. هي إذا بدي أحكي من ناحية المسكن يلي هو الرحم. هلأ وفي عنا البويضة، المبيض يلي هو مسؤول عن تاج البويضة. هون بقى بنرجع أنه مثل الرجل اللي هو بالنسبة لنا النطفة بهذا الموضوع، وعنا الأنابيب، أنابيب فالوب، وبعدين خارج هدول بيجي عنا بقى حالة المرأة الحامل بشكل عام، يعني بقية أجهزة جسمها. هلأ هذا هون كتير بيفرق معنا لما بدنا نوضح الأسباب. طيب أوكي، هلأ منقول أنه في بعض حالات يكون الرجل هو مسؤول فيها عن موضوع الإسقاط المتكرر. نعم
مسؤول فيه عن موضوع الإسقاط المتكرر. أي. وبالرغم من قله منشوف نحنا بيجيب لنا تحليل للسائل المنوي تبعه، سائل طبيعي، تعداد طبيعي فوق 20 مليون، الحركة A and B منلاقيها أنه فوق 50-54%، منلاقي أنه السائل بكريتيريا لإله كتير 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 سائل ظريف. ولكن أرجو الانتباه، هون منوقف عن نقطة مهمة، أنه النطفة هي من داخلها من جواتها الكروموزومات الصبغيات الموجودة اللي فيها، هل فيها خلل ولا لا؟ هي من ناحية الرجل الأسباب. هلأ في شوي من ناحية الأسباب الرجل هي موضوع يلي هو بين أخذ ورد، يلي هل هو بعض الالتهابات أو الأمراض الإنتانية هي مسؤولة عن حدث الإسقاط المتكرر. هل مرض السكر عند الرجل بيأثر كمان؟ عند الرجل إلا إذا عمل مشكلة بالنطفة. أما هلا بنشوف مرض السكر عند الأنثى، هلا بنحكيهم اللي قلنا أنه ضمن الأجهزة العامة بجسمها. هلا إذا بدي أي أول طرف يلي هو الرجل، الطرف الثاني يلي قلنا هو الأنثى بشكل عام، يلي قلنا هو 3 أقسام، المبيض والرحم والأنابيب، وبعدين الالتهابات ممكن نشوفها. هلا نشوف نحنا بنعمل مونيتورينج، يعني بمعنى مراقبة إباضة، بنشوفها متشكل جريب إباضي. الجريب الإباضي اللي بنشوفه نحنا على الإيكو ليس هو البويضة، هذا كتير خطأ شائع بين أغلب المرضى، ليس هي البويضة نو هو الجريب الإباضي اللي هو مثل البالون لما كنا نلعب نحن وصغار، نعبيه بالحنفية بالمي، منعبيه لنصه مي، إذا حطينا حبة عدسة فيه هي هي البويضة اللي تكون عم تسبح جواته. طبعا هي البويضة ما بتنشافها الإيكو، تمام. فلذلك منلاقي إنه المبيضة، عملنا مونيتورينج نحن للإباضة، وصلنا بيوم 13-14-15 اللي هو لقينا فيه بويضة إباضة كويسة، جريب كويس، عطينا إبر تفجير أو ما عطينا لحاله انفجر بشكل عفوي مثل ما قلتي، طق البالون طلعت منه البويضة. طيب هون بقى هلا هي البويضة نحن كل شيء شايفينه لغاية هلا وذن نورمال، ضمن الحدود الطبيعية الليمتس الطبيعية، ولكن هل البويضة مثل النطفة هل فيها خلل مورثي موجود من الكروموزومز تبعيتها ولا لا؟ إذا فيها خلل مورثي قد تكون بقى هي بهالحالة أحد أسباب الإسقاطات اللي عم تصير عندها. كيف يعرفوا؟ هلا بقول بقى لنكمل الاسباب لانه بدنا نفوت بعدين بالبروسيجرز الاستقصاءات اللي لازم نعملها. هلا بنجي بنشوف بقى بقيه الجهاز المرأة الانجابي التشريحي، وهلا رح نمر على معلومه جدا هامه الناس رح تستغربها، انه طيب مثل ما حكينا عن الرحم اللي انه هو غرفه باوتيل بلا بلا بلا، طيب اذا لقينا بهذا الرحم بفرض انه لقينا فيه هو ده اشياء الاسباب الرحميه يلي ممكن نشوفها، يلي هو الحجاب ضمن الرحم، بمعنى نحن عندنا هذا الاستوديو لازم يسع الكاميرات ونحن قاعدين كلياتنا وفي سبيس كافي لإلنا مشان نقدر أدي الغرض المطلوب منه. بس إذا افترضنا في حيط موجود هيك بنص الاستوديو سواء واصل لآخره ولا لا، رح يعيق دخول وخروج أو تصوير أو يعني رح يعيق الوظيفة المطلوبة بالأحرى بالأحرى، ومن هون مقصود أنه هو بده يعيق وظيفة أنه يصير في حمل، يعشش أو يعلق، اسمه العلوق، حادثة العلوق، يعلق الحمل هون بهالحالة. ومنقول إذا علق بجوز ما يقدر يكمل، لأنه الحمل بده هيد هذا الجوف الرحمي يكون فارغ ليقدر يكمل نمو لقدام، ما يسقط ويوقع، أو بالأساس ما بيقدر يعشش، لأنه هذا الحاجز الرحمي أو الحجاب الرحمي منسميه نحنا، هذا الحاجز الرحمي هو بيكون تركيبته ليفية، التركيبة الليفية ما بتساعد على العلوق أو التعشيش، بده تركيبة إسفنجية ببطانة الرحم يلي البويضة الملقحة بتجي توصل لإلها وبتبلش تحفر حتى تقدر تطمر حالها وتعشش فيها. أما لما بكون بنية ليفية ما بتحاول ما بتقدر تحفر، فبتسقط وبتوقع، بيكون راح الحمل بهي الحالة. بتلقط وبتسقط تماما، بمعنى كلمة تلقط مو حادثة العلوق، تلقط تلقيح، لأنه التلقيح بيتم بالأنابيب، تمام. طيب بنشوف بقى مشكلة الأنابيب، مثل ما قلنا هنا 3 أجزاء، مشكلة الأنابيب هون نجي منلاحظ أنه إذا في عنا بعض الاستسقاءات بالنهاية البعيدة للأنابيب، بمعنى أنه نحن عملنا صورة ظليلة تمام للرحم والأنابيب، لقينا أنه الأنابيب مستسقية بالأخير، وهي المعلومة اللي بدي أقولها مهمة، مستسقية بمعنى أنه الأنبوب بآخره صاير فيه مثل حبات العنب، مو أنه قساته أنبوب وعم تسرب منه المادة الظليلة مثل حبات العنب موجودة. هي ببعض الحالات خاصة قبل ما طبعا نلجأ لطفل الأنبوب، أنه منضطر نستأصل البوقين لسبب أنه هالاستسقاء هذا مثل حبات العنب، هي فيها مواد
بترجع بتاخذ طريق راجع، يعني بدل ما تروح للحوض بتاخذ طريق راجع انه بترجع برجوع لورا على الرحم. هي بتكون قد تكون فيها مواد سامه ليس لجسم المراه، سامه للبويضه الملقحه، وبتمنع متابعه انقسامها و وانه تعشش وتلقط وتعلق بشكل جيد. تمام. طيب هلا اذا بدي اقول بقى خلصنا من هدول البنيه التشريحيه للجهاز الانجابي للمراه. اذا بدي اقول بقى امراض عامه، فينا نقول بقى امراض غديه، غدد الصم موجوده عندها، داء سكري شديد غير مضبوط ممكن يساعد عند النساء، عند النساء اكثر. ومع نوع مع العلم انه يقال من اهم العوامل يلي قد تصيب كلا الجنسين ولكن عند النساء اكثر، يلي هي بعض الامراض السكري، الامراض الغده الدرقيه، من هون بنقول عوامل بيئيه، تناول الكحول بشده او الكافيين بشده والتدخين بشده. هون بتلعب دور كمان انه كيف تأثر مثل ما حكينا قبل شوي، سواء على النطفة بالكروموزومز اللي جوا موجودين داخلها، ولو قلنا مثل ما قلنا بنشوف سائل منوي طبيعي، أو على الكروموزومز الموجودة ضمن البويضة إذا عند المرأة الحامل موجودة هذا الخلل. طب دكتور عفوا بس إن شاء الله خلينا نعقب على الفكرة يلي ذكرتها. كتير في سيدات عندهم غدة، عندهم سكر، عندهم أمراض عديدة، أحيانا بصير حمل، هل طبعا بإشراف أطباء طبعاً. هل صحيح أنه تستمر المعالجة ولا رح يسبب تشوهات؟ يعني إن كان أمراض الغدة وإن كان أمراض السكر، يعني هي طويلة الأمد. لألك شغلة، سؤال كتير جميل بخلينا نفوت أنه بموضوع ما بعرف إذا حكينا أنا وياكم فيه سابقا، يلي هو من له شيء اسمه الهاي ريسك بريجنانسي، الحمول عالية الخطورة. بمعنى الحامل اللي عندها ضغط شرياني بلد بريشر عالي هي حمل عالية الخطورة، يلي عندها داء سكري غير مضبوط كمان حمل عالي الخطورة، يلي عندها كلية وحيدة أو كلية مزروعة حمل عالي الخطورة، يعني دخلنا بحمول عالية الخطورة. تمام. طبعا هون والغدة لأنه والغدة. كتير شائع الغدة. تماما. وعم يطلع الجنين فيه عنده كمان مشكلة بالغدة. تماما. أما بالنسبة لهيك تعقيب بسيط أنه معالجة الغدة تقريبا هي ذاتها قبل الحمل وأثناء الحمل، معالجة الضغط الشرياني عند الحامل، تختلف نوعية الأدوية يلي ممكن نعطيها أثناء الحمل عن ما قبل ولما بتنتهي ولادتها إن شاء الله بخير وسلامة. السكري لا تقريبا نفس الأدوية تبعيته، يعني بيتم حمل إذا هاي بس بيتم ممكن يتسبب بس هون نرجع أنا وياكم نرجع لنقطة مهمة كتير لما حكينا كتير مقابلات أنا وحضراتكم، إنه نحن لما بنشوف الحامل يعني for the first visit للزيارة الأولى تبعيتها، شو الغرض من الزيارة تبعيتها الأولى؟ أولا ناخد الهيستوري، القصة المرضية لها يلي تتضمن قصة الحملية وقصة أمراضها السابقة، سواء أمراض ولا عمليات جراحية ولا تحسس لأدوية، والقصة العائلية تبعيتها كمان، لأنه كمان كتير مهم في بعض الأمراض. تلعب دور كتير تماماً, كبير. تماماً تماماً تماماً. الغرض من إجراء الزيارة الأولى هو أنه لما بنفحص على الإيكو نحن أولا نتثبت من وجود الحمل، ثانيا أهم نقطة نتثبت من وجوده ضمن الرحم أو خارج الرحم، ثالثا هل هو حمل مفرد أم حمل متعدد. هي الـ يعني الشيء الأساسي كتير اللي منركز عليه بالزيارة الأولى. فلذلك أنه لما نرجع الأمراض اللي ذكرتيها حضرتك من ضمنها هي أنه بتاريخ مرض غدة درقية لازم نعالجه بلا بلا. لا بيكمل الحمل وتوصل لنهاية ما بيأثر على جنين سلامي. دكتور لا. إذا كان غير السكر أدوية الغدة ما هو قلت أنه بعد مثلا أدوية الضغط أنه ممكن بأثناء الحمل نروح لزمر تانية أخرى نرجع بعدين بعد الحمل بنفوت بغير زمر لأنه في عنا أدوية ضغط لا تعطى أثناء الحامل بسبب الجنين لا نعطيه أدوية تانية سليمة تكون آمنة لإلها وللجنين طبعا. تمام. طب دكتور في العلاج يعني هو طريق كثير طويل لأنه الحالات اليوم عم تتنوع وعم يكون إلى كذا سبب، يعني خلينا نحكي أول شيء إذا كانوا الشخصين بيقربوا بعض كثير بنسمع أنه الولد بيطلع مريض، بيطلع عنده تشوهات، ممكن يكون متلازمة داون كثير هاي القصة أنه بسبب هاي القربة، إلى علاقة بالإسقاطات المتكررة كمان؟ الحقيقة بتشكرك جدا على السؤال لأنه هو أنا كنت لازم أنا أشير لهالنقطة بس ممكن فاتتني شوي. نحن هون موجودين. لا يهمك. لا الحقيقة أنه طبعا هذا العامل جدا مهم، ومثل ما قلنا أنه منشوف سائل منوي ظريف وإباضة ظريفة، ولكن بسبب وجود عامل القربة بيكون في عنا صبغيات أو مورثات، خلينا نقول مورثات هون غير معبر عن حالة عند الأنثى عند الزوجة.
وعند الرجل غير معبر عن حاله، ولكن لما بيجتمعوا مع بعضهم بيعملوا لنا مشكله، بيعبروا عن حالهم بيطلع المضغه او الحمل اللي بيأوله بيطلع غير جيد، بيكتشفوا جهاز المناعه بالجسم وبيطرحوا خارجا. اي طبعا القربه هون بتلعب دور. من اين وجهه اكثر؟ يعني من جهه مثلا الاخوال او العمام، يعني اذا تزوجوا مثلا ابن عمه او ابن خاله، اين اكثر القربه بتكون يعني لها علاقه بهذا الموضوع؟ الحقيقه لا، من جهه الاعمام. الاعمام أكتر. من جهه الاعمام اكثر. نعم. دكتور الوقت مشان ما يدعمنا انه ما بنحس الوقت اكيد بيمضي بسرعه مع حضرتك، ولكن خلينا نفوت بمرحله العلاج. يعني دائما بنسمع انه الصبيه حامل وخاصه من هلا بهي الفتره، ولكن عندها الحمل ضعيف. نعم. هون بنلجا الى ممكن حبوب تثبيت، الى ابر تثبيت، وبعض الاحيان بعيد الشر عن الكل، يعني بالشهر الثاني الجنين بيكون ميت بالبطن ما لقى التثبيت. خلينا نروح لكان الى مرحله العلاج. لما بنشوف الحمل ضعيف شو لازم نعمل؟ هلا بدي اقول انا لما بنشوف له علاقه بالاسقاطات المتكرره مثلا، هو هل المؤشر تماما؟ هلا لما دخلت وحده بتصنيف الاسقاط متكرر حامل عنا، بنقول فرصه حدوث حمل حي ويكمل لاخر الحمل بعد 3 اسقاطات متكرره حوالي 50%. بعد 4 اسقاطات. شو المؤشر بيقول انه الحمل ضعيف؟ الحقيقه بالمراحل الاولى صعب نلاقي مؤشر. تمام. وما فينا نعمل استقصاءات للمضغه. شكرا يا دكتور، لانه عن جد كثير من الصبايا يمكن عم يعني عم يصرفوا نفسيا، حاله نفسيه عم يصرفوا اموال، وفي حاله من الستريس انه ما في سبب واضح. وهون الستريس اللي بيرافقه اولا اختلاف المدارس الطبيه لعلاج هاي الحاله، ثانيا شو بيسمعوا بقى من القرايبين ومن بيت الاهل، اوف دول قصص كثير، لدرجه انه ممكن اذا شي مره وقفت تعمل طبخه بالبيت وطولت على الغاز، واقفه من الساعه 3/4 ساعه، بتقول لها هذا هو السبب، وبتعلى بقى بالطويله وبالقصيره مع بيت الاحمى. يعني بنشوف حالات بتوصل لابعد من هيك بكثير، وان شاء الله ما بنشوفها. يعني بتمنى تكون في زياد وعي. هلا اذا بدي ارجع للعلاجات بدي اقول سيدتي هو بنرجع للاسباب. تمام. هلا اذا في اسباب مثل ما حكينا، اهم الاسباب كمان هو القربه، بنقول لهم ابتعاد عن زواج الاقارب، نترجاكم ابتعاد عن زواج الاقارب. اذا في سبب غدي نعالج السبب الغدي، اذا في سبب تشريحي نعالج السبب التشريحي، يتلقينا حجاب ضمن الرحم او ورم ليفي ضمن الرحم او بوليبات بلا بلا بلا، هدول لازم نعالجهم. حتى بطانه الرحم دكتور لكن اندومتريوسيس، بطانه الرحم الهاجره يلي هي ممكن تكون من اهم الاسباب، اذا لقينا اسباب بوقيه نعالجها، اسباب التهابيه يجب علاجها يلي هي يشك انه هي مسؤوله عن حوالي 5% من حالات الاسقاط المتكرر. فلذلك هون فعلا هو هي الحاله، موضوعكم اللي اخترتوه لليوم موضوع جدا طويل وشائك وجدا منتشر. منتشر للأسف. ما هي النسبة سيدتي لما نقول انه 1 من كل 10 حمول ينتهي بإسقاط، رقم مانو قليل على الإطلاق. وأنا برأيي وبرأي أغلب الأبحاث نلاحظ، رح أقول معلومة مهمة كتير، انه النسبة أعلى من بهيك بكتير. لسبب انه 70% من الإسقاطات تنتهي على موعد الدورة يلي لازم تشوفه الست، بمعنى قبل بيومين 3 او على موعد دوره او بعد 3-4 ايام. بس ما تكون عرفانه انه عندها طبعا كثير. هي شو فكره انه تاخرت الدوره، بس بتلاحظي انه اجت الدوره تقريبا غير نظاميه بمواصفاتها باعراضها. بنقول هي من العلامات الظنيه، بنقول غالبا كان في حمل، بمعنى كان في عنا نطفه وصلت للبويضه لقحتها ورجعت البويضه الملقحه لترجع تعشش بالرحم ما قدرت، بمعنى هيك بنقول نحن صار في حمل ولكن لم يتم حتى نهايته السعيده. فلذلك انا برايي النسبه هي اعلى بكثير. موضوع جدا مهم، بتمنى نفرد له يعني بحلقات ثانيه. دكتور التثبيت دكتور بس خلينا هيك نوه عنا قبل ما في معلومات بتقول انه لا. طيب والتسطيح نحكي بصراحه والسر بيناتنا نحن الثلاثه والمشاهدين كلياتهم. بالنسبه لموضوع التثبيت في ابحاث بتقول مفيد جدا، في ابحاث بتقول لا يفيد، ولكن نحن بنضطر نعطيه لسببين. منقول في ابحاث بتقول انه يفيد، رح نعطيه كرمال هي الابحاث، والسبب الثاني اللي هو نفسي، مشان ما المريضه الحامل لا هي ولا اهلها ولا بيت حماها ياكلوا راسه للدكتور انه انت لو اعطيتنا ابر تثبيت كان كمل الحمل. طيب دكتور كمان على السريع
بنشوف اسقاطات كثيره بس بكلمه عفوا بكلمه مختصره بنشوف في اسقاطات متكرره ولكن السيده ما بترحم حالها لانه مصره بدها ولد. قد ايه لازم يكون في فرق بين فتره الحبل الاول والثاني؟ في نظريه هلا هون على حسب خطه العلاج. أوكي. اما اذا ما لقينا سبب من الا سقطتي هذا الشهر روح احبري الشهر الجاي. تمام. شكرا دكتور للمعلومات المهمه. خلصنا. اكيد خلصنا بس بحلقات ثانيه حيكون لنا بسرعه بسرعه بمر الوقت مع حضرتك. كثير مهم نحكي عن موضوع الإجهاض وطرقه أكيد يعني بس أكيد بحلقات ثانية. شكرا كثير دكتور أكرم نورت صباحنا.